السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذا الفيديو غادي نحاول نجاوب على بعض الأسئلة تطرح عليا وغريبة، سبحان الله العظيم نقولها صراحة غريبة. فهناك بعض الإخوة اللي تطلبوا مني أنه هل ممكن الالتحاق بالجيش الأمريكي؟ راه ما يمكنش شي واحد خارج الولايات المتحدة الأمريكية يلتحق بالجيش الأمريكي. يعني اش نقول لك، كاين العراقيين شفتهم انا هنايا، عراقيين كانوا في الجيش الأمريكي بحكم كاين حرب في العراق، كان الجيش الأمريكي في العراق، فهمتوا؟ فانت كمغربي كيفاش غادي تلتحق بالجيش الأمريكي؟ الالتحاق بالجيش الأمريكي لو كنت انت ساكن في الولايات المتحدة الأمريكية مثلا، جيتي قرعة ودفعت للجيش، اوكي. ففي الجيش الامريكي الناس تاع السيتيزن اللي مجنسين او الناس اللي جاوا لوتري فعندهم الحق انهم يدفعوا للجيش الامريكي. اللي ننصح به مثلا تنقول انا اللي ننصح به الناس اللي بغى يدخل للجيش الامريكي، فممكن يدخل النيفي البحريه، اما المارينز او الاير فورس فلا اظن، فراه شويه صعب. هادي انا تنقول لك بتحفظ، انا تنهضر على هذه النقطه بتحفظ، رغم انني تنبغي ان اي واحد مثلا جا لامريكا يا يخدم يا يمشي للدراسه. هذه هي الحاجه اللي تنصح انا بها. فالجيش الامريكي كما تعرفوا ماشي تنعيب عليه شي حاجه، ولكن كما تعرفوا خطر، يعني الجيش شويه صعيب. ف حتى انه الالتحاق بالجيش ففيه يعني خصك يكون عندك واحد القدره البدنيه، يعني يكون عندك بزاف الحوايج، ماشي اي واحد يجي ويدخل الجيش الامريكي. هذه الاولى. الامتيازات تاع الالتحاق بالجيش الامريكي، نقدر نقول لك انا جوج نقاط اللي تنعرف شخصيا، هو انه تيدفع لك مثلا الجامعه، يعني مثلا بتمشي للجامعه تيدفع لك الجامعه، تيخلصوا عليك يعني مصاريف الجامعه. الالتحاق بالجيش الامريكي انك تحصل على الجنسيه في سنه واحده، يعني مثلا جيتي هذا العام ضربتي دوزتي واحد المده ومن بعد التحقتي بالجيش الامريكي، ففي غضون سنه انك تحصل على الجنسيه. شي حاجه ثانيه انا ما عرفتهاش صراحه، هذه الاولى. بالنسبه للناس اللي تيسولوني تيقول لي انا مثلا عندي اخ في الولايات المتحده الامريكيه واش ممكن يجيبني، انا تنقول لكم ان الانسان اذا كان في الولايات المتحده وكان يعني مواطن امريكي يعني سيتيزن، فراه ممكن يجيب افراد الاسره تاعو على الامريكان. لكن افراد الاسره يعني تختلف، ففيها درجات، فتبداو بالبارنتس اللي هما الدرجه الاولى، من بعد تتبعوها ب اش يقول لهم يعني الزوجه الاطفال، عاد في الاخر تيجيو الناس اللي مثلا بيجيبوا خوه او اختو او شي حاجه بحال هكا. فدائما تبداو بالبارنت الزوج او الاولاد، من بعد تيكون البرادر السيستر. كاين بعض الاخوان تيسولوني عفا كيفاش، انا تنقول لكم يعني لان انا تنعطي معلومه وتنطلب من الاخر حتى هو يبحث شويه، يعني فهمتي، يعني انا تنعطيك المعلومه وانت سير. فالموقع اللي ممكن تدخلوا ليه اللي هو خاص بدوائر الهجره الامريكيه او الهوملاند سيكيورتي ديبارتمنت، هو اليو اس cis.gov uscis.gov. هذا تدخل ليه تتلقى فيه انواع الفيزا، تتلقى فيه اشنا هما الطرق او اشنا هما لي ستيب باي ستيب او الخطوات اللي الانسان ممكن يتبعها ويدفع مثلا الخوه يجيبو او مرتو الزوجه تاعتو او فرد من افراد الاسره. فهاد الموقع راه فيه كل شيء، تيقول لك مثلا دخول في دي ابليكيشن، يعني ملئ الاستماره صيفطها، وتنقولها وتنعاودها، راه الناس اللي بغي يجيبوا خوتهم لامريكا او الزوجه تاعهم، راه الانسان اللي عايش في امريكا هو اللي تيبدا بالاجراءات، ماشي الانسان اللي خارج الولايات المتحده الامريكيه. الانسان اللي عايش في الولايات المتحده الامريكيه هو اللي تيقوم اولا بالاجراءات، لانه هو اللي تيدفع الاستمارات باش يجلبك، ماشي الانسان اللي عايش في المغرب. هذه نقطة. النقطة الثانية أو الثالثة خارج على هذا الموضوع، هي أن بعض الناس اللي جايين على طريقة الزواج بأمريكي أو أمريكية، وتيسولوني على يعني يوم المقابلة أو الانترفيو، فتيقول لي كيفاش يكون الانترفيو، كيفاش يكون الكويشنز، كيفاش. أنا راه تنقولها وتنعاودها، أنا مزوج مغربي، أنا مزوج أمريكية، وجيت أنا قرعة.
لكن بحكم عندي اصدقاء مجوجين بامريكيات وجاو جوجو على طريق الشاط او كانوا جاوا هنا سياحه وتلاقاو مع امريكيه وجلسوا. فنقول لك راه اللي جا عن طريق الفيزا فيانسي راه كاين اونتروتيان, كاين اونتروتيان في الكونسولا في المغرب وكاين اونتروتيان هنايا, لانك من تجي تطبعوا لك في الفيزا ناني دايز 3 مانس, في هذيك 3 مانس خصكم تجوجوا, خصك انت تجوج بديك السيده هنا في امريكا. كاينين الناس اللي السيده تقلب عليهم يعني تتغير رايها, يعني من تجي الانسان معاها وتتشوفوا تتشوف التصرف تاعه ما تعجبوش, ففي هذه الاحيان تتقول ليه ما يمكنش نتجوجوا, في هذه الاحيان ما يمكنش هو يبقى هنا في امريكا, لانه الا بقى غادي يديروا ليه ديبورتاشن يعني غادي يحصلوه غادي يحوئوا لامريكا. كاين الناس اللي ديك السيده الامريكيه تديكلاري به وتيبعتوه للدوله ديالته, ما غاديش نقول المغرب او الجزائر ولكن بصفه عامه تصيفطوه لبلاده. بالنسبه للاونتروتيان تيكون هنا في الولايات المتحده الامريكيه اونتروتيان صعيب, لانه تيكون تاخذوا الزوج بوحدو في روم في واحد القاعه والزوجه تاخذوها القاعه. الاسئله متعدده تتختلف تتعلق بالحياه العامه تتعلق يعني يقدروا يسولوك على اشنا هو اللون تاع الزوجه المفضله, اشنا هي الرائحه المفضله, اشنا هو حتى ان العلاقات الحميميه تيسولوك, حتى الملابس الداخليه تيسولوك عليها باش يعرفوا واش كاين هناك واحد التطابق في الاجوبه, واش كاين هناك تناسق, واش كاين هناك انك هناك اتفاق بين الزوجين يعني. ومن بعد تيصيفطوا لك تيقول لك حتى ندرسوا باش تيشوفوا قرنوا الاسئله والاجوبه. يعني انا شخصيا ما نقدرش نقول لك, لكن اذا دخلتي ودرتي درتو هذا السؤال في جوجل يعني تدير فيزا فيانسي كويشن بيزد انترفيو, فيزا فيانسي كويشنز بيزد انترفيو, وغيعطيك جميع الاسئله يعني كفكره راه تقريبا كاينه شي 100 سؤال او لكن هو ما تيسولكش 100 سؤال بالطبع, ولكن معظم الاسئله اللي كاينه في هذاك الموقع راه غادي ممكن تحط لك ممكن تعطيك. هذه وحده. النقطه اللي بغيت نختم بها اليوم هو كاين بعض الناس تيقول لي انا بغيت نجي ستودنت وبغيت نجلس في امريكا ونتزوج, او بغيت نجي ستودنت وبغيت نجلس في امريكا ونقرا. راه ما يمكنش, فهمتي, راه ما يمكنش. جيتي ستودنت وتلاقيتي مع واحد السيده فراه قانونيا تيقول لك خصك ترجع لبلادك ومن بعد دير ابلاي لهذيك الفيزا فيانسي. ما يمكنش تجي هنا وتجلس, فهمتي, جاي انت توريزم وتجلس هنا في امريكا. فانا تنقولها وتنصح لوجه الله لا تعرضوش انفسكم لشي مشاكل مع الاداره الامريكيه, لانه تتسمى تحايل, تعرفوا بانه فيك ماريج يعني زواج مزيف يعني بزاف تاع الحوايج. فاللي تنقول اللي جاب شي فيزا سميتو فارد باله, انا ما انا تنحضر وصافي. وفي نهايه الحلقه تنتمنى حظ للجميع وتنتمنى من الجميع انه فكر قبل ما يتخذ حتى شي قرار خصوصا الزواج من امريكيه, لان تنقولها وتنعاودها راه ما سهلاش الزواج من امريكيه بحكم ان الامريكيه هنا او المراه في امريكا عندها القانون تحميها القانون بزاف. فادنى خطا ادنى خطا مع الزوجه الامريكيه ممكن السجن, ممكن الترحيل من الولايات المتحده الامريكيه. انا ما تنشكر لكمش في الامريكيات او تنتقد لك الامريكيات, لكن هناك مغاربه مجوجين مغربيات وجاو لامريكا وحصل لهم اشياء, مشات ديكلارات بيض الزوجه تضربني او يعني شي حوايج, وتطرد الزوج من المنزل تاعته وتستحوذ الزوجه على البيت وتستحوذ على كل شيء وتبدا تخلط تشايلد سيبورت او ما يسمى في الثقافه تاعتنا حنا المغاربه بالنفقه. فحذاري, انسان كن واثق قبل ما يحط الخطوه الاولى تاعو. وتنتمنى كما قلت لكم حظ سعيد للجميع, والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.